وإن ترى في الماء إثر كلبي فذلك المطاهر في الكتب، وإن ترى في الماء إثر كلبي فذلك المطاهر في الكتب، وإن رأيت الكلب فيه قد نزل وكان ذاك الماء كلا يعتزل. البيتان مرة أخرى، وإن ترى في الماء إثر كلبي فذلك المطاهر في الكتب، وإن رأيت الكلب فيه قد نزل وكان ذاك الماء كلا يعتزل. نضبطها أولا بقاعدتنا، قال إذا كان ذاك الماء قليلا فإنه يعتزل، بمعنى أنه لا يستفيد الإنسان منه بمجرد أن الكلب قد جاء إلى هذا الماء. نحن نعلم من حال الكلب أنه نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ أمر أن يغسل الإناء الذي يلق فيه الكلب 7 مرات، إحداهن بالتراب، والعدد هنا مختلف فيه، وسنذكر هذا الرأي هذا الأمر بإذن الله تعالى في تفصيله. فهذه نجاسة وصلت ماء. يقول الإمام هنا إن كان هذا الماء قليلا فإنه يعتزل. لماذا؟ لأنه يفرع في كل الأمور التي ذكرها على أن الماء إن أصابته نجاسة ولم تغير شيئا من أوصافه وكان قليلا فإنه ينجس بذلك. وإن قلنا إن الماء لا يتأثر، فماذا نجيب في مثل هذا الفرع الفقهي؟ نقول إنه لا يتأثر هذا الماء، ويبقى هذا الماء طاهرا إلا إذا غيرت النجاسة شيئا من أوصافه. يقول وهكذا إن ماتت الغسالة في الماء لا يصلح للغسالة. هذا أيضا نقيده بما إذا كان الماء قليلا على رأي الإمام رحمه الله تعالى، ولكن على الرأي الذي تدل عليه الأدلة كما كررته غير مرة لا يتأثر الماء بأي شيء يسقط فيه ولو مات إلا إذا تغير وصف ذلك الماء، لونه أو طعمه أو ريحه، أما إن لم يتغير شيء فذلك طاهر ولا إشكال. وهذا الرأي نفسه كما قلت لكم يختاره المصنف رحمه الله تعالى في كتابه معارج الأمل.